ربي هو اللي تيشافي وربي هو اللي تيعافي حنا غير سن الله تعالى وتبارك السبب حتى يجيو عندي مسؤولين جا عندي واحد الوزير جا عندي بن سليمان قال لي انا نعطيك فيلا في الفرما اجي تخدم لله في سبيل الله وما بغيش ديال الناس باش ما نبقاش ن... نكون ديك الحكم ديال الناس وهذا باش نكري بفلوسي وجاب لي عائلته طاحت خسو ومو صرعتهم وتنشكرو و... 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 آه هو كان عنده بحال قلتي كان عنده العكس والتمريض والتوخر في الزواج الوزير مسكين تيجي عندي الاطباء عند البارح عندي واحد من الرباط تيجي عندي آه سميتو الناس كبار تيجي عندي النصارى تا هما بسياتيك رشتو القوري برا من سياتيك وكانت عندي واحد الاله دايرها له في الكرش عنده 50 غرزه في ظهره دخلو باش دخلوها له باش تيدوزوا له لي غاز باش تيتنفس و... وبني سوكا سيزونا راه داز فيديو ديال العام الاول داز فيديو ديال العام دابا تيعرض عليا قال لي تجي عندي لفرنسا نعطيك فيرما تما ياخذ ميريا مع راسك تم هو ومراسو مغربيه وانا تيبقاو فيا ولاد البلاد واحد السيده في مراكش اه كتغدي العمليه على القلب وراجلها كان وكيل الملك وشات تقاعد دار محامي وقع لهم واحد المشكل واحد النزاع مع واحد السيد وبقى تيسحرهم وهي مرضت مقشة تشوف مزيان مقشة تمشى كرشها هبطت تنفخت في اللي عندها وتوقف ليها القلب العرق وداكشي وقالوا لها نديروك عمليه وقالت انت نشوف الشريفه وصرات وداكشي الحمد لله الراجل ولا لاباس وهي مابقاش دارت العمليه قالت لها لا برات غنقسم مع الفلوس فلوس قاصحه شويه باش تقسم عطاتني واحد الطوموبيل <applause> عطاتني واحد الطوموبيل <applause> أه قالت لي بقى دي انت بنتك المدرسه وداكشي الله يخلف على الجامع الله يخلف على العل... اللي عطاو ولا اللي ما عطاش هذه البركه لا ما حلمت ما انا من اللي خلقني الله صغيوره آه عزيز علي الحديث نرد الناس للطريق تنسطع على الناس الشيبانيين خصني نحسنهم يعني الدراري الصغار خصني نحسنهم الكلاب المشاش الحيوان واللي تنتعطن نجبر آه الفديع نشوف العظم نجمع الراس نوقف مع العيالات الهجانات اللي تيكونوا مشردين تيفسدوا تنردهم وتنحل المكريه عيب تنحل بالي تنقول من اللي لقيتوها عما مشيش تجيبوا الفساد باش الله يغنيكم وتجوجوا براجل اخر ما نقول لكمش داك الشيء اللي عندي ماشي ديالي ما نقدرش شنو نقول لكم شنو تندير مع الناس هذاك الشيء باش تعطي ولا ما تعطيش لا غير هي وحده اللي تناقل عليها كنت نخلي البنيه تضرع والبنيه اخرى كببره وتنضر نجري مع الحومق تنجمعهم باش نديهم الغازي ونديهم الكوميسيرية وتيبقى ولادي بالجوع حتى 12 ديال الليل تنجي تلقاهم تيبكيو بالجوع وتتقول لي يا بنتي الكببره يا ماما خليتينا وتبعتي الناس بالجوع تنقول لها يا بنيتي عندي واحد الحساس غنلحقوا شي حاجه شي حاجه زوينه جايه في طريق ديما كنت نفرح شي حاجه غنلحقها صافي وهي قوه البركه واللي صغير تنجلس حدا الناس تيطيحوا تنعطي تيقول لي هذيك الجيل اللي تيطيح تحت يقول لي ارا ديك اللي تنشمها تيشمها الجن تيقول لي فيها شي ريحه دابا يكون 30 خلق ولا 40 خلق من تنعطيهم يدي يشموها كل واحد واش تيشم كل واحد واش تيجر عنده من ديك الشمه اللي تيشم ولا الا دخلتي عندي الزاويه تلقى ضربك واحد الريحه من ديال العشوب ولا ديال الانواع ولا ديال هذا من الباب اكثريه يشموها بعض المرات والا مشيتي لداري للزاويه القديمه ديال سلا تيدخلوا الناس شي تيقول لك ريحة الرفيسة شي تيقول رحت للعشوب شي تيقول لك رحت المسك كل واحد شي يشم وديك الريحه بزاف ديال الناس تيقول لي منك في مني وانا هذه تندوش عا بحالي الناس هادري ويشا ما تتعدى على حد ما تندي ديال حد ما تنفق حد عزيز عليا ندير للناس وما نديرش لراسي عزيز عليا نوكل الناس وما نوكلش راسي عزيز عليا فرحوا الناس وما نفرحش راسي من حيث علاش تنقول راسي إذا الا فرحت الانسان ووصلت الانسان لشي حاجه اللي بغاها خاطرو راه هي اللي غنلقاها في القبر اما صحتي شحال قدني ناكل كل ولوح في البير كل ولوح في البير البس وسير شوف ما بقاش في صبن ودير جافيل وقاد وتقرفض وقول انا لابس وقد القلب وصبني القلب وحي القلب ديالك مع الدراوش ومع المرضى كنت نمشي للسبيطار انا مريضه قبل لا ما نتشهر شحال هذه قبل لا ما تكون عند مريضه تنخلي راسي وتبقى نجري مع المرضى واحد براني واحد ما عرفش منين يدوز واحد هذا واحد ندفعو في الكروسه هو يستجيب لي الله هو يصيفط لي الطاقه ديالو والبركه ديالو والشفاء ديالو الحمد لله دابا لا جي شي واخا غير يصيفطوا لك الماء كنت تمشي منطقه وكان عندك الجن غيتحارب سي ولا بغيتي تقيس سحر في كرشك غيتحارب اقسم بالله الا السيد براجة عندي براسو دات الماء صيفطها صورو ضربنا جوج سيمانات رجعت قالت لي زيدني ما خور راجلها ولا لاباس باذن الله تعالى وتنشكر الله والشفاعه ديالو والطاقه ديالو وانا غير السبب شوف ما تعداوش على اخوكم المسلم ما تعداوش على اخوكم المسلم السحاره راه كاين الموس كاين عذاب القبر كاين عذاب جهنم تقي الله هذا الشيء تيتفسخ ترجع لكم وعلى وليداتكم تقي الله يا عبد الله الفلوس ديال الشعوذه ما دايماش النهار اللي تتوقضي وتتشبعي فلوس وتتقول نرجع الطريق وتتبغي تحبس داك الشيء منكم ومن وليداتك حتى ديك الفلوس تمشي بها اختي العزيزه إلى عندك شي طبق وحلتي فيه وما قدرتيش في تحيدو وتينتقموا منك الجنون اجي الزاوية اي حيدوك لك الله والزاويه ديالو انا غير السبب نحيد لك الطبق وطلبي الله وطيع الله تعالى وتبارك وسلمي راسك الامر ديال الله راه داكشي ما منو والسلام عليكم رحمه الله تعالى وبركاته والله يهدينا ويهديكم